أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: شخص أدرك الإمام في صلاة العصر بعد الرفع من الركعة الأخيرة وبعد تسليم الإمام، رأى مسبوقا قد أدرك مع ذلك الإمام 3 ركعات فأتم بذلك المسبوق فصلى معه ركعة. رجل إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: شخص أدرك الإمام في صلاة العصر بعد الرفع من الركعة الأخيرة وبعد تسليم الإمام، رأى مسبوقا قد أدرك مع ذلك الإمام 3 ركعات فأتم بذلك المسبوق فصلى معه ركعة، وعندما قام لإكمال صلاته أتى مسبوق آخر فأتم بهذا المسبوق، فما حكم صلاة كل من المسبوقين؟ هذا كله من التوسع، كله من التوسع في هذه المسألة من غير فقه ومن غير علم. المسبوق إذا قام لا يدخل معه أحد، المسبوق إذا قام لا يدخل معه أحد ولا يدخل هو مع أحد، بل يكمل صلاته بمفرده. أما هذا الشبك بين صلوات وبين وإمة هذا توسع، لكن ما نقول إن صلاته باطلة، لكن نقول لا يعمل هذا العمل في المستقبل. نعم.